مرض العظم هو مرض لقيس العظم ديال الاسنان، العظم الاسنان، وهو مرض شائع بزاف في المجتمع ديالنا، وللاسف الشديد المريض ما كيمشي عند طبيب جراح اسنان ديالو ولا عند مختص ديال اللثه والعظم في مراحل الاخيره، ومراحل الاخيره يعني الاسنان كيتحركوا وما كاينش العلاج اللي غادي ينقذهم اللي في الوقت المناسب. لهذا خاص الواحد، بغيت نتكلم على هذا المشكل باش الناس يعرفوا بلي انه كاين واحد المرض اللي كيقيس العظم، واخا ما يكونش العلامات، ما يكون لا سيلان دم، لا احمرار، لا الام، لا حتى شي حاجه، كيكون هذا المرض يقيس العظم، وكيكون يمشي بشويه بشويه، كيتطور بشويه بشويه حتى للاسنان ولا الاضراس كيبقاو يتحركوا، عاد يعرف بلي انه عنده مشكل في الفم ديالو. من بين الاسباب ديال هذا المرض ديال العظم، عندنا المسبب الرئيسي هو واحد البكتيريا اللي كتكون مجهده وكتمشي للعظم كتاكل، كتبقى تاكل في داك العظم، والعظم كيبقى يهبط حتى الاسنان ولاو يتحركوا. من غير هذا السبب الرئيسي كاين الوراثه، كاين المناعه، كل واحد كيفاش غادي يقاوم هذا المرض من شخص لاخر. لهذا كاين واحد لي بوين مهمين اللي خصو واحد يعرفهم. كاين كيكون الاباء، بعض المرات الاباء الام ولا الاب دايرين الفم يعني بروتيست توتال في وقت مبكر، يعني 35 عام 40 عام داروا الفم، اذا يعني علاش داروا داك الفم؟ يعني حيدوا السنان في وقت مبكر، 18 عام يبدا، من 18 عام 19 20 بقاو يحيدوا الاضراس ديالهم، كانوا يتحركوا، كيوصلوا 30 35 عام كاع الاضراس والاسنان تحيدوا، داروا فم. اذا هذه اشاره باش يعرفوا بلي انه كاين واحد المشكل في الفم ديالهم ديال العظم اللي يقدر يكون وراثي، وغادي الاولاد ديالهم لي زونفون ديالهم غادي ياخذوا هذا المرض. اذا كيكون شي مشكل ديال اللحام ولا شي علامات صغيره، ويكون هاد المشكل ديال الوالدين دايرين الفم ديالهم في سن مبكر، خاص تكون اشاره باش يمشي عند طبيب جراح الاسنان ولا مختص ديال العظم باش يدير التشخيص المبكر، لان هذا المرض اللي مهم بزاف مهم هو التشخيص المبكر، حيت ما يمكنلوش يعرف بحالها، حيت السنان ما تكون فيهم لا سوسه لا تهراس لا الم لا حتى شي حاجه، حتى لا تكون الضرس تكون بيضه وزوينه وتبقى تتحرك. لهذا خصو لابد يكونوا واحد العلامات. من بين الاسباب، من بين العلامات، كاين واحد المشكل ديال الاسنان اللي كيكونوا في بلايصهم ومن بعد كيبقاو يتوسعوا، يعني تكون الفوجات الخوا ما بين السنان، هما كيقول لك السنان يبداو يتعوجوا، وهي يتحسب له ضروس العقل، هما اللي بقاو ينوضوا ويعوجوا السنان، وهي في حال الذات كيكونوا ضروس العقل، ولكن السنان كيبقاو يتوسعوا يديروا لي زيسباس بيناتهم. هذا حتى هو راه واحد العلامه اللي يخص الواحد يكون عارف. من غير العلامات اللي غادي صافي هذاك المرض راه كاين في العظام وتطور، بدا في 16 17 عام يعني المراهقه، وبقى بشويه بشويه، واخا الواحد يحك ويمشي يدير ديتاكتراج ويدير زياره الاسنان، زياره طبيب الاسنان، ولكن كي يكون المشكل الداخل، يعني الاشعه للتشخيص المبكر كيكون في لا كونسلطاسيون، تكون لا كونسلطاسيون عند طبيب الاسنان اللي تكون مقننه، عندنا واحد لي سون اللي خصنا ندخلوهم ونشوفوا واش كاين جيوب ما بين السنه والعظم، وكاين الاشعه هما اللي يكونفيرميو يقول لنا بلي كاين هذا المرض، باش يمكن للطبيب المختص في امراض اللثه والعظم ولا طبيب جراح الاسنان يكون عنده مؤهلات باش يمكن له ينقذ الموقف ويمكن له يعالج قبل فوات الاوان.